قصة أبو لهب في القرآن الكريم. في حين أن أبو لهب لم يذكر مباشرة في القرآن الكريم، إلا أن قصته وردت بشكل غير مباشر من خلال آيات مختلفة تصف المعارضة الشرسة التي واجهها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعها في الأيام يلي أولى للأسلم. أبو لهب عمال نبي محمد كان من أشد يلي معرضين للدعوت يلي جديدة عدي أبو لهب منذ البدية. أظهر أبو لهب عدئا واضحا تجاه تعليم آل نبي محمد، سخر من آل نبي واستهزأ به، ساعيا إلى تشويه سمعته وإحبط أتباعه، حتى أنه تآمر على إيذاء آل نبي محمد، كما يتضح من الآية القرآنية. ألم ترى الذي نهى وعقاه؟ عقاه عن مسجد الله، القرآن 111 من 1-3. ينبع عداء أبو لهب من خوف عميق من فقدان مكانته الاجتماعية وسلطته. لقد شكل ظهور الإسلام تحديا للمعتقدات والممارسات التقليدية لنخبة مكة، مما هدد سلطتهم ونفوذهم. اللوم الإلهي ردا على معارضة أبو لهب المستمرة. وجه القرآن لك ريما توبيخا لاذعا في سورة مخصصة تعرف بسورة آل مسد، سورة 111. هذه للسورة التي تتكون من 5 آيات فقط. هي إدنة قوية لأفع على أبو لهب وتحذير من عواقب عدئها للنبي ورسالته. تبدأ للسورة بخطاب مبشر لأبو لهب مما يبرزن وإياه الخبيثة. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. القرآن 111 من 1-2. وإلى ذلك يدين القرآن ثروة أبو لهب وأطفاله التي استخدمها لدعم معارضته. سيصل نارا ذات لهب. القرآن 111-3. تذكير بالقوة الإلهية. تختتم السورة بحذر صارم مؤكدة على عدم جدوى جهود أبو لهب في معارضة الرسالة الإلهية، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. القرآن 111-4. تعتب رقصة أبو لهب تذكيرا صارخا بعواقب رفض الحقيقة وانتصار لحق على البطل في النهاية. أدى عدئها الذي ليتزعزع للنبي محمد ورسالتها إلى إدنتها الأبدية، مما يؤكد على أهمية الاعتناق الإيمان والالتزام بمبدئه.